السلام عليكم اخوان، كيداير لاباس عليكم؟ واش اخباركم؟ نتمنى كلشي يكون مزيان، كلشي بخير. فلوق جديد، هذا الفلوق هذا غادي يكون مغاير على الفلوقات الاخرين. غادي نزورو واحد المغاره اكتشفناها، هي كانت اكتشاف قديم ولكن ما كيجي لها حتى واحد، المهم بغينا كلشي يعرفها. واحد الكهف قديم غادي ندخلو ليه، غنشوفو شنو فيه. عمرنا دخلنا ليه ولكن غنجربو نشوفو ندخلو ليه. غنوريكم كيفاش من الداخل، غنشوفو الطبيعة كي دايرة الاخوان. شو الغار في الجهة هادي، هادي فوالا، هاد الجهة هادي كاين الغار. جابين واحد الفج ديال الطريق كيقولو الساهب، جات تحت تمايا، هانتوما غتشوفو فين كاين. وغادي نخلي فين كاين الخريطة ديالو وش من منطقة فيها. يلا حتى نوصلو تمايا ان شاء الله نوريكم. يلا ان شاء الله. احنا الاخوان وصلنا للطريق ديال داك الغار اللي قلت لكم، ها هي هذه اللي جات بوسط الجبال الساهب هذا على البيل. هذا هو اللي غادي ندخلوا به ومعكم. هذا معنا بالشعر ابا سفيان، اين انت؟ راهو مينيتير عارين عارين عارين. ومعنا ياسين، ياسين حنا ثلاثه اللي غندخلوا، الدراري اللي معنا الاخرين ما بغاوش يدخلوا، بقاو حاضرين السيكان حطيناهم. المهم غنمشيو نشوفوا القضيه كي داير. هذه هي الطريقه هذه العشرين، هي هذه حنا غاديين. كلشي لابس سريع غادي لتجنيد الاجبال ان شاء الله الخوش. ايه يو يو كده سنوس اسي كيتجمع من المجاره وكذا وكيهبط ايش الاول. احنا وصلنا الدراري، وصلنا العشرين، هو هذا الغار. عامل الباب يدير فيك فوبيا ديال الخلع. يا الله ليلي عليا. انا دابا غندخلو غنكتاشفو. ايا سير راه دخل، راه هو داخل. ايا بشار بقى هنا، شوف اش هيدر. دو دو انت راه مول الفلوق خاصك تسبق لقدام. صور صور هاد الجيران بحدود. شوف ماشي حدود حدود اطول. على شا انا كنتي سميتو بقى برا. اجي انت يا مول البيلي اختي رجع الله. لا تفهم دابا اللي قلتي زين اهبط تحت، ما تخمن والو. تبان لك معنا في الشارع خوت دايرين بالباله. تهضر قدام شو كاين وان بلا داري حبيه. فين الثاني؟ ما ترجع؟ سير صاحبي ماشي عندك ما يرجع من والو. صغير رجع واش حدايا انت ضويلي مزيان ولا مخدوم؟ شنو هو؟ دبا ديك الجهه هبطت. واخا تحت اصاحبي. والغار تحنا سالا. هو كيدوز خف اش حدايا، مالو اش كيوقع لي؟ طول هذاك اللي قدامنا شناهي؟ شنو؟ شوف حتى سخرة ما تشوفش الفوق. سخرة. شوف حتى السيارة صاحبي. ضوي شي مزيان؟ شكون شي لعيبه ما نعرفوهاش. شوي هو اللي هنا
في اللعيبه شكيت فيني هذه اللي قدام ايوا هذه شنو هي هذه كتب لي شي لعيب توجع شو سير الخفافي الجيل الدري وينك والله اول شيء تحضر جاي جاي صلي تسمع تقول تحضر اه وغادي راهو سير شوف دابا الدراري هنا ما بقاش قدو نتحناو ولكن كير طويل الغار شنو هي قدامك كيبان لك كيبان لك اي واحد لعيبه قدامك هادي قدام فوق اصاحبي شوف كتشوف زيد زيد قدام هادي ولا تحت فرق مالها شنو هي هادي ركب على الضو زيد زيد المهم الغار حد كيتحنا بزاف وما يمكنش نزيدو قدام عنده واحد النيفو محدود ها ولكن صافي تحضر بزاف هنا صافي بارك الله المهم الغار الدراري راه هو اللفان ديالو راه هو كيبان لينا ولكن محدود صافي حدو حبسوه اشنو كان كيديروا في هذا الغار الله اعلم مشكل كيحفروا على شي ماده وهذا الشيخ خفاجه وكيدا جاي خفاش كيضرب فينا نيشان اطلع ها هو كيدا يضرب وكيفوتنا واش كتشوفوا معنا الله اعلم جاي والله يتجاي اه كيمشي ويرجع الاخوان الفلوق ديالنا سهله هنايا اللي عجبو الفلوق يدير لايك وابوني ما ينساش غيضرب لي الصاله بصيبه ايضا يلا شاركوا معنا وخليو لينا التعاليق ديالكم ما بغيناش يكون الفلوق قد لنا حامضين خاصنا نديرو شي تجربه التجربه هي هذه اليوم شاركوا معنا يلا حتى نخرجوا من الغار وبقاو معنا انتوما او دابا الضونا واش كبير والله العظيم صاحبي هذا الشيء هذا الشوشه سير سير حبسنا الفيديو شوف خرجنا على خارجين دابا شطو ديال الله يسر ديالك مره كاينين جوج واحد محدود وهذا راه محدود هون هذا الخير انت ما كتصاحبي دير لينا البلباله صاحبي ويا سيدي باش تقبل لي عيني بك العصا ويا سيدي هذا راه محدود شوف ضربه هذا محدود محدود في شي 20 متر تقريبا ولا 15 متر ها هي الخرجه ها هي